أستاذ إنياس، كيف بتختاروا الأنشطة اللي بتكون تشاركوا فيها؟ يعني لما اخترتوا تشاركوا أو تتعاونوا بماراثون بيروت، على أي أساس اخترتوا؟ حد عرض علينا المشروع، لقينا مشروع مناسب لمنطقتنا هي اللي عرضت حقيقة المشروع مدام مي خليل، لقينا المشروع كثير بيناسب لهالبلد، حبينا نعمله. يعني حيلا شخص عنده أي مشروع بيحب يعرضه على أي شخص من الأندية، هالشخص بيرفعه للنادي وبينحكى فيه كيف طريقة التمويل، لأنه أهم شيء إنه يطلع المشروع، بس الأصعب شيء هو يطلع التمويل لإله. بقى نحن بنحلل المشروع، بنشوف كيف بدنا نلاقي له التمويل، وساعتها بننفذ هالمشروع بأسرع ما يمكن. كيف بتمولوا المشاريع؟ المشاريع تمول في جزء كبير بيجي من الأشخاص، من الأفراد، في جزء بيجي من الروتري الدولي، وفي جزء بنعمل أوقات نشاطات حتى نعمل مثل فاندريزنج، يعني نقدر نجمع شوية أموال حتى نساعد هالمشروع ونموله. لغاية اليوم إذا بأكد لك أنه بلبنان معمول بواسطة الروتري أكثر من 5 مليون دولار مشاريع، عم نحكي بتاريخ مش أنه فرد سنة. كل نادي تقريبا عنده بيبقى ميزانية لنفسه، حوالي بهالسنة بيقول أنا هالنادي قادر أعمل مشاريع بحدود 50 60 70 ألف دولار، وبينفذ هالمشاريع اللي بيبقى حاططها على نفسه. هلا نحن كروتري الشغلة الأكبر اللي عملناها بالعالم هي محل البوليو، أنت عارف ليالي شلل الأطفال، شعار أطلقناه بالعالم كله من سنة 85. لما ابتدأنا فيه بالعالم كان في 125 دولة فيها بوليو، وكان في سنويا مليونين إصابة بوليو. اليوم من 85 لليوم نحن عم ندفع بهالمشروع حتى يمشي يتطور، حتى نمحي، لا حتى نطعم. هلا كنا نسمع لقحوا اطفالكم ضد لا ينفع الندم، وكلنا نحن كنا مولين خلال كل هالمراحل، الحمله الاعلانيه اللي حضرتكم كلها 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 مولين. بدون ما نذكر نفسنا، نحن اليوم وصلنا في بوليو من ال 125 دوله صار في بس باربع دول بالعالم بوليو، ومن المليونين كيس اللي كانت توصل بالسنه اليوم عندنا بس 1000 كيس بالسنه عم تنوجد، وعم نكمل حتى نمحي البوليو عالميا، وان شاء الله نقدر نتوصل لها. استاذ الناس، اليوم شو اهميه وجود الروتري بلبنان؟ يعني شو القيمه المضافه اللي بتضيفها على المجتمع اللبناني، على التكوين اللبناني كله؟ كل الجمعيات اللي عم تشتغل لخدمه مجتمعها هي نحن بحاجه لها، لانه ما فيك تطلب كل شيء من الدوله، والدوله مش قادره تقوم بكل شيء، ولا نحن فينا نكون نحل محل الدوله او البلديات او اي شيء. بس نحن بنساعد ببعض القصص اللي ممكن من يدنا. يعني نحن نادينا مثلا كنا نحن وراء توأمة بلدية بيروت مع بلدية لوس أنجلوس، نحن اللي قمنا بالعملية، لأنه عندنا روتاريين لبنانيين الأصل موجودين هونيك، تعاوننا مع بعض وعملنا هالتوأمة اللي صار لها هلأ حوالي 5 سنين قايمة. وأكيد توأمة بيروت مع لوس أنجلوس، لوس أنجلوس يمكن من أهم البلدان بالعالم اللي تقدر تمول، نحن كنا وراء هالتوأمة اللي صارت. بما يختص بمشاريع عدة، نحن هلا اليوم عندنا مشروع بكرة نهار الجمعة صباحا حنسلمه لصوت المرأة اللبنانية. نعم، نحن نطلع على المشروع مع صوت المرأة اللبنانية، الجمعية اللبنانية اللي بتحمل اسم صوت المرأة اللبنانية. بداية، ليش اخترتوا هذه الجمعية بالتحديد؟ زيت الشيء مثل ما حكينا انه في ست من السيدات، بس اليوم في كثير جمعيات بلبنان بيهتموا بالمرأة، ما حدا عرض علينا. في ست من السيدات عرضت انه عندنا مشروع اذا فينا نساعدهم فيه، ومشروع هو حقيقة هني بيهتموا بالسيدات المحرومات، يعني اللي بحاجة يمكن أكترية الغرامي، مساعدات مادية. لا، ما بيعطوهم مساعدات مادية بقدر ما بتصور أنه بيعطوهم مساعدات عينية. عاملين المركزين بلبنان، عندهم مركزين حقيقة، عندهم مركز بالفنار ومركز بالشتياح. نحن اخترنا مركز الفنار لأنه الست اللي حكتنا هي من المؤسسين المركز هونيك. نحن حنقدم لهم آلة لفحص القلب، آلة التخطيط للقلب، حنقدم لهم معدات طبية لطب الأسنان، وحنقدم لهم مثل مركز رياضي حتى هالأشخاص اللي تكون هونيك تقدر تموه على نفسها كأشخاص بيجوا. هن حياة جمعية كتير حلوة بلبنان، عم تخدم حوالي 3000 شخص سنويا، ب 3000 سيدة بلبنان. هذا الشيء الأساس لهالسبب كانت الفكره فيه. لما بيوصلكم مشروع من هذا النوع، مثلا لما وصلكم المشروع تعاون مع صوت المراه اللبنانيه، كيف تم دراسه الموضوع؟ كيف تم اذا ما اقول الحصول على الموارد لامنتوا كل هذه القصص اللي بدهم اياها في الجمعيه؟ جمعيه المراه عرضوا علينا مشروعهم، نحن بالنادي بلجنه النادي اللي هو بيروت متروبوليتان درسنا المشروع، شفنا انه حقيقه مشروع بيحرز انه الانسان يساعد فيه. بدأنا اتصالات على الصعيد العالمي حتى نأمن
شخص لا حتى الامن شخص من برا يرضى يساعد معه لانه ما بينعمل مشروع بالروتري اذا ما كان في بلدين عم يشتغلوا مع بعضهم. حقيقه هون شكر لانديه البحرين خاصه نادي السلمانيه اللي وافق على طول انه يحط المبلغ المطلوب منه لانه نحن بنقسم المبلغ الى ثلاث اجزاء، نحن بنحط جزء، نادي البحرين بحط جزء، والروتري الدولي بحط جزء. فنادي البحرين حب على طول انه يشارك معنا بهالمشروع. نعم. حطينا لمينا الفلوس، جبنا المعدات، وهلا بكره نهار الجمعه تسخيم المعدات لصوت المرأة اللبنانية.